أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، موجز الثانية ظهرا من الإخبارية، أهلا بكم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض اليوم عددا من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات. حضر الاستقبال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجح ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بوثنينة. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني ليتجاوز محنته، مشيرا إلى إدانتها للانتهاكات الحوثية. كما طالب الجبير بحل يتضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67، مشددا على ضرورة عمل المجتمع الدولي بسرعة لإنهاء الأزمة السورية. قتل 20 شخصا وأصيب 40 في انفجار وقع في محطة قطارات رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة بحسب ما أعلن التلفزيون المصري. وقال مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية إن الحريق نشب بإحدى القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة ما أدى لاشتعال النيران فيه، كما وقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتج عنها الحريق. هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري عن محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث. تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة، وحررت قوات الجيش سلسلة جبال المقصوص وعدد من المواقع المحيطة بها عقب معارك الضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على استعادة قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 350 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح المرصد أن نحو 1400 شخص خرجوا أمس الثلاثاء من مزارع الباغوز شرقي الفرات، بينهم ما لا يقل عن 350 عنصرا من عناصر التنظيم. وأضاف أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابي وقاداته ما زالوا في آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج. دخلت طائرات مقاتلة باكستانية المجال الجوي في الشطر الهندي من كشمير، وذلك قبل أن يتم إرغامها على عودة أدراجها فوق خط المراقبة التي يفصل شطري الإقليم المتنازع عليه. في غضون ذلك أعلنت وسائل إعلام هندية أن طائرتين هنديتين تحطمت اليوم في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. بدوره أعلن الجيش الباكستاني إسقاط الطائرتين الهنديتين داخل المجال الجوي لباكستان وأسر أحد الطيارين. نهاية الموجز، تقبلوا أطيب التحية، في أمان الله.